الموريتانيات والموريتانيين، الشريفات والشريفين، وشاكركم عنكم رغم النائبة ورغم ما ألم بكم وبكن هذه القضية اللي جعلتكم في العراء بعدما كنتم تحت غطاء، قايلكم عني شاكركم عنكم متمسكين بالمواقف السلمية والحلول السلمية والحلول الشرعية، جزاكم الله خير عن موريتانيا. لهذا الكم من الناس، ونعرف عنكم ماذا قلتكم به اللي تأخرت عنكم ولو عن قصد، بي اللي جبار فاتو حدد لي عنه الرابعة، وأنا كيف تعرفوا عندي مشاغل جمة وفي حملة، وحددت أنا موعد آخر السادسة، إلين جاني الخبر عن الموعد عاد الخامسة ونص، وذاك موعد السادسة ما قدرت نغيره، هو اللي سبب التأخر. يا غير هذا الكم الكبير من الناس، إلين لو كان مو ضابط مسلكياته ومشاعره وغضبه تقد موريتان لا تدخل ضيقة. جزاكم الله خير اللي ذاك ما عدلت. وأنا بداية النضال عقدة بيني أنا والله تبارك وتعالى، النضال كامل والعقدة بنودها زين النية في المسلمين كاملين دون استثناء، رغم الأقاويل والإرجاب والتقول اللي دائما نمرق منه وندخله نمرق منه وندخله نمرق منه وندخله، ينظرك مارق منه. الموريتانيين كاملين، ذاك اللي منهم مظلوم يسوى منه يسوى شنو جنسه، هو قربهم اللي من هون لين يمرك حقه ويشبره. وارك انتوما اللي الحقوق، انا انتوما هم قرب لي الموريتان من هون اللي يرجعوا لكم حقوق. وذا كامل ليعتري من البحث والتحقيق والتضحية في مجال تمرق هذه الحقوق اللي عندكم انتوما، لن أبخل في جهد ما لن أبخل، ما لن أبخل جهد. سابق نجبر الرئاسة كحقوقي، عندي قبعتي الحقوقية لنقوم بالتحريات اللازمة عن ممتلكات عند الشيخ الرضا، والله عند حد آخر تقدوا انتوما تجبروا منها حقوقكم. وهذا اللي فاتح هو فيه واللي فاتح فيه هم اللي الناس الأخرى اللي مقمنانا عنها تقد تعود من المفاتيح لهذه القضية الصعبة اللي يلا تعود قضيتنا كاملين. قبعتي كبرلماني لين استخدمهم ولي بجميع اللي يعطيني القانون اياك تجبروا انتم ذيك الديون وتستوفوا ذيك الحقوق، هذه ضروره 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 ضروره. والوقت اللي طامولانا عني عتانا رئيس في هذه الانتخابات، والله عدت شريك في الرئاسة من فم الصار، وفات الأخبار من فم
بصفة استعجالية بصفة استعجالية يا الله دولة موريتانيا الآن اللي أنا متربع على كرسي الرئاسة فيها والله شريك فيها يا الله الأول ما تعدل بعد قاع تمرق حقوقكم أنتم وتقضين هذا هو موقف قضاء ديونكم أنتم عنده طابع استعجالي وطابع أخلاقي وطابع وطني وطابع حقوقي ما يا الله تحاني به الدولة التقاضي ولا مراحل التقاضي ولا يا الله تحاني به الدولة أجال الديون بالنسبة لي أنا وموقفي كحقوقي وموقفي كبرلماني وموقفي لعت رئيس عن الدولة يا الله بعد قاعد تخلصكم انتم بعد قاعد تمشوا بعد قاعد وتترحموا وكلكم يرجع له يرجع لحياته الطبيعية هذا هو الموقف السليم وأنا مشكر على الدولة الضرك النظام الضرك اللي ما عدلوا ونظام لو كان بعد نظام مو نظامنا نحن اللي مسلمين هون الحامد على فطرة الإسلام وعلى دين الإسلام لو كان نظام ذو الخلطة الأخرين اللي عقيدتهم حامد المولانا ما عقيدتنا لو كانوا هما يعودوا عدلوا يعودوا قضاكم انتوا خلاكم لو هو الناس يشوفوا ما يعدلوا هذا النصارى هو اللي يشوفوا ما يعدلوا هو اللي يا غير مع الاسف حكوماتنا ما يقراوا على حكومات النصارى ذاك اللي متطابق ذاك اللي هو ولي الله ذاك اللي هو اللي يعطي الحقوق ذاك هو اللي ينفع ومن الان فصاعدا من اليوم بلغني جزاه الله خير الوالي احمد دوفال المسعود هو اعطاني تفاصيل القضيه وتفاصيل الملف انا كنت نسمع عنه لا شائعات فيسبوك وشائعات الاعلام وانا الاعلام فيسبوك بيسواقهم علي اللي يقولوا قاع ماجد علي كاس الناس حلاك ما ماني معمم هم مولي النواء هم النواء ما هم كاملين ايوه تو وحدين معكم على كل حال ابتداء من ظرك الدورو تعرفوا عن ملفكم ملفي والخطوات اللي نقبض فيه خطوات بإذن الله تعالى الدور تقدموا القدام يقطع القاطع يقطعوا لها القدام وكيف قلت لكم إلى يسر مولانا الرئاسة والله شراكة في حكومة الأول ماني لين أطرح هذا الملف وطارح ملي من زاوية واحدة عن الدولة تحملت شي ماذا هو وشي كبار من ذا وشي ثقل من ذا وهذا بسيط على الدولة وحال مشكلة وطنية مشكلة إنسانية مشكلة أخلاقية وهي اللي ينعدوا والسلام عليكم ورحمة الله.